في إطار فعاليات الاحتفال بالجمعة العظيمة في الفلبين، صلب 17 مسيحياً بعد دق أيديهم وأرجلهم بالمسامير إحياءً لذكرى معاناة وموت السيد المسيح. فقد تم صلب 9 رجال بمقاطعة بامبانجا، في حين صلب ما لا يقل عن 8 آخرين في القرى المجاورة، وهو ما لفت انتباه حشد كبير من المصلين قدر بحوالي 10,000 شخص خلال الحدث السنوي الذي يعود إلى عام 1950. ويشارك الفلبينيون الكاثوليك تطوعيا في هذه الطقوس الدامية، تكفيرا منهم عن خطاياهم، كما يصلون من أجل المرضى ويشكرون الرب متمنين حياة أفضل. بينما أدانت الكنيسة وزعماؤها ممارسة هذه الطقوس التي تشوه رسالة عيد الفصح الحقيقية، يذكر أن أكثر من 80% من الفلبينيين الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة كاثوليك.